روزا اليوسف الحقيقه عملت حوار مهم جدا مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لان في رهان او الرهان القادم هو على البحث العلمي. هو اكد ان تصنيف الجامعات المصريه سيشهد تطور ملحوظ في يونيو القادم، وزي ما سمعت طبعا من رئيس جامعه اسكندريه ان في تصنيفات مهمه جدا لابد ان تخضع لها الجامعه عشان توصل او تصل للتصنيف العالمي. عبد الغفار تحدث ايضا عن الجامعات الجديده وفندها الى جامعات كنديه، مجريه، سويسريه، ايطاليه، اوكرانيه بالعاصمه الجديده. واكد كمان ان رسوم الكليات الاوروبيه بالجنيه ولن تتجاوز المدارس الدوليه. وكمان قال انه سيتم تخصيص كوتا للمتفوقين بالجامعات الاجنبيه. تشجيع بقى لكل المتفوقين، لانه كانوا بيقولوا دايما ان كان في تفوق كده ورسوم تفوق احنا كنا بناخدها في الجامعات، اتلغت شويه لكن هي رجعت تاني. كويس قوي.